كليمانجارو هو الجبل الأكثر ارتفاعاً في إفريقيا. يقع هذا الأخير في شمال شرق تنزانيا ويتألف من 3 مخاريط بركانية هي كيبو، موينسي وشيرا. يبلغ ارتفاع الجبل 22 ألف قدم عن مستوى سطح البحر، ويعتبر الجبل أقرب نقطة تغطيها الثلوج من خط الاستواء. يعتبر كليمانجارو أحد المواقع السياحية الهامة في تنزانيا، حيث يضم عدة محميات وحدائق وطنية، أهمها منتزه كليمانجارو الوطني المسجل ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، الذي يبلغ مساحته 756 كيلومتر مربع. هذا إضافة إلى كونها تعد واحدة من الأماكن القليلة على وجه الأرض التي تشمل كل المناطق البيئية للحياة، بما فيها ذلك الغابات الاستوائية، السافانا، الغابات الجبلية الصحراوية، والنباتات عند سفح الجبل. تعتبر قمة الجبل من رابع أعلى القمم في العالم، وهو مزار مهم لمحبي رياضة التسلق لعدة أسباب، من أهمها أنه جبل متدرج في العلو وله عدة طرق للوصول إلى أعلى قمته. هذا إضافة إلى كونه من الجبال القليلة التي لا تحتاج إلى خبرات في تسلق الجبال. يقع كليمانجارو في شمال تنزانيا منفرداً وحده وسط السهول الإفريقية، حيث يتمتع متسلقوه بالمناظر الطبيعية الجميلة المحيطة به. تمتد رحلة المغامرة لتسلق هذا الجبل 7 أيام، يقضي فيها المتسلقون 5 ليال في الجبل والبقية عند سفحه صعوداً وهبوطاً. يصل الكثير منهم إلى ارتفاع 15 ألف قدم، حيث يوجد هناك مخيم واستراحة لهؤلاء المغامرين. إن تسلق الجبال لا يخلو من المخاطر، وهناك نوعان من الأخطار المصاحبة لتسلق جبل كليمانجارو. الأول هو وجود أخطار صحية يتعرض لها الإنسان في المناطق المرتفعة، حيث يقل مستوى الأكسجين ويصعب التنفس، لذا فإن المتسلق يحتاج إلى تلون كبير في عملية التسلق. فعلى ارتفاع 20 ألف قدم تكون كمية الأكسجين الموجودة في الهواء هي نصف الكمية الموجودة عند ارتفاع مستوى سطح البحر، كما أن هناك أعراض الصداع المفاجئ والشديد الذي يرافق الانتقال إلى المناطق المرتفعة بسرعة، إضافة إلى الرغبة في التقيؤ والغثيان نتيجة الاختلال في سريان الدم المشبع بالأكسجين. كما أن هناك أخطارا عرضية لا تحدث دائما، فقد تنهار بعض الصخور، ويحدث هذا بين فترة وأخرى بسبب الأمطار الغزيرة التي تسقط على هذا الجبل بانتظام في فترات موسم المطر. يتم تنظيم هذه الرحلات التي يقدم عليها العديد من المغامرين، ولكن لا ينهيها إلا القلة، لأنها تحتاج إلى صلابة وقوة عزيمة. توجد بالجبل العديد من الكتل الجليدية يفقدها بسرعة بسبب الاحتباس الحراري، حيث تقلص الأنهار الجليدية يؤثر على الموارد المائية المحلية من المياه المستخدمة للشرب والري والطاقة الكهرومائية. توصل علماء أمريكيون إلى أنه في ضوء تسارع وتيرة ذوبان الجليد لجبال كليمانجارو الواقعة بين تنزانيا وكينيا، أصبحت هذه الجبال الأسطورية مهددة بالفناء. وأوضح العلماء أن سماكة هذه الثلوج تراجعت بين 1.9 متر و 5.1 متر عام 2007 في شمال كليمانجارو وجنوبه، مؤكدين أن 26% من الجليد الدائم الذي كان يكلل قمم سلسلة الجبال البركانية حتى العام 2000 اختفى في غضون 7 سنوات. وأكد العلماء أن الكتلة الجليدية فورت فانيجل المتواجدة قرب جبل كيبو أعلى قمة في جبال كليمانجارو، والبالغ ارتفاعها 5891.8 متر، فقدت 50% من سمكتها بين عامي 2000 و2009، ويتوقع اختفاؤها قريبا. يذكر أن الاختفاء التدريجي للكتل الجليدية الجبلية قد يهدد ملايين الأشخاص، معظمهم في الدول النامية، حيث إن عددا كبيرا منهم في الدول الفقيرة يعتمدون عليها للزراعة واستهلاك المياه.